نبدأ نشرة المساء بالعناوين. الإجرام الإسرائيلي زميل شهيد وعدد من الجرحى في علم الشعب. الحراك الإقليمي والدولي حول الأسرى بلا نتائج والأمور نحو تصعيد أكبر. محاولات مستمرة لجر لبنان إلى المواجهة واستهداف أحد مراكز الجيش. لبنان متضامن مع فلسطين ومنقسم حول التدخل في الصراع. التنقيب في البلوك 9 بين الوقائع العلمية والموقف السياسي. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات OTV على مواقع التواصل الاجتماعي أكس، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك وعبر قناتنا على يوتيوب. آلة القتل الإسرائيلية لا تشبع، لم تشبع قبل عام 1948 ولا بعد تأسيس الكيان الغاصب ولا من الدماء التي سالت في سلسلة الحروب المتتالية والاعتداءات اللامتناهية على الشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة، ولم تشبع لبنانيا بالتحديد لا من قصف القرى في الستينات ولا من اجتياحي 1978 و1982 ولا من عمليتي 1993 و1996 ولا من حرب تموز 2006 ولا من الكم الهائل من المجازر المرتكبة في حق الأبرياء والشيوخ والنساء والأطفال على مر السنين. أما اليوم وفيما يدمر الإجرام الإسرائيلي غزة فوق رؤوس أهلها وينذرهم بالنزوح إلى جنوب القطاع، تتواصل انتهاكاته للسيادة اللبنانية لينال إجرامه مساء من الإعلام اللبناني، حيث استشهد صحفي زميل وأصيب آخرون في علم الشعب. وأمام واقع الحرب المفتوحة على كل الاحتمالات وفي ضوء مشهد الدمار وخسارة الأرواح، سلسلة ملاحظات. أولا، وجوب الوقوف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والظلم ومحاولات الإبادة الجماعية. ثانيا، تأمين كل الظروف لضمان استقرار الأوضاع في لبنان وعدم الانجرار أو الاستدراج. ثالثا، رفض أي مس بسيادة لبنان وأي استخدام للأراضي اللبنانية من أي طرف غير لبناني كمنطلق لعمليات عسكرية. أما إذا حصل أي اعتداء على لبنان فالحق بالرد والتصدي طبيعي ومشروع. واليوم تصادف الذكرى السنوية 33 ل13 من تشرين الأول 1990 الذي يبقى على مر العقود رسالة إلى كل الأحرار في العالم بأن القضايا المحقة لا تموت طالما لا تتخلى عنها الشعوب الحية مهما طال الزمن. وأيضا قبل متابعة النشرة، علق أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما حصل في الجنوب واستهداف الصحفيين وقال: هل يحتاج المجتمع الدولي إلى دليل بأن إسرائيل ومستوياتها السياسية والعسكرية يريدان ممارسة الإجرام والعدوان من دون شهود على الحق والحقيقة؟ وتابع: أحر التعازي للإعلام الدولي والعربي واللبناني وإلى ذوي الشهيد باستشهاد المصور في وكالة رويترز عصام عبد الله والشفاء العاجل للمصابين. هذا وبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية الإيرانية القضايا المشتركة والإقليمية والتطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة. عبد اللهيان التقى أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث احتل أيضا الملف الفلسطيني الحيز الأوسع من النقاش بالإضافة إلى انعكاسه على الساحة الداخلية اللبنانية. هل أنهت شركة توتال أعمال التنقيب ولم تجد إلا المياه؟
بعد كل ما حكي من معلومات عن أن شركة توتال أنهت الحفر في البلوك رقم 9 من دون أن تصل إلى نتائج مرجوة ولم تجد غازاً، لا بل نقل عنها عبارة لم نجد إلا المياه، خابت أمال اللبنانيين الموعودين بنتائج جيدة، خصوصاً أن الحقول المحيطة بنا غنية في هذا الإطار. أما على ضفة الواقع البعيد عن الدعايات والتصاريح الموجهة لأهداف معروفة، فقال مصدر دبلوماسي مطلع على الجو الفرنسي للأو تي في أنه طالما ليس هناك من بيان رسمي صادر عن توتال، فالأخبار المتداولة حول نتائج في البلوك 9 حتى الساعة غير دقيقة. وفي السياق عينه يقول مصدر متابع للملف عبر الأو تي في أن حتى الآن لم يصدر أي تقرير رسمي عن شركة توتال، والتحاليل بحاجة لأسابيع حتى تصبح نهائية، وكل كلام غير ذلك يتراوح بين الادعاء بالفهم والرسائل غير المباشرة المتصلة بالوضع في المنطقة. ويضيف المصدر: كل ما سمعناه يأتي إما من قبيل الدعاية السلبية، إما من قبيل الضغط على لبنان معنويا، لأنه يمكن استعمال هذا الملف في الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة، وذلك لتحييد المقاومة ولبنان الرسمي حتى لا يتخذ أي موقف ضد إسرائيل. ويضيف المصدر: طالما الحفر لا يزال أقل من العمق المتفق عليه، يبقى كل ما سمعناه كلاما باطلا قانونيا وتقنيا ومهنيا. ويقول المصدر كذلك: من المعلوم أنه علميا الحفر بأي بلوك لا يتم وفق حفرة واحدة، إنما أقله في 4 أو 5 مواقع، وبالتالي يجب القيام بحفر عدة مواقع في البلوك رقم 9 أو أي بلوك حتى نصل إلى النتائج النهائية. ويختم المصدر: المفارقة المضحكة هي أن البقعة المحيطة بنا من إسرائيل إلى قبرص فسوريا وغيرها مليئة بالغاز، لتبقى بقعة لبنان فارغة. فعلا أمر مضحك ولا يصدق. نتابع نشرة بعد الفاصل. نتابع النشرة في تاريخ اليوم 13 تشرين. تشرين الأول 1990، موعد لبناني مع البطولة بمواجهة الاحتلال حتى الرمق الأخير. ففي مثل هذا اليوم قبل 33 عام اجتاح الجيش السوري آخر منطقة خاضعة لسيطرة الجيش اللبناني على أرض لبنان بضوء أخضر دولي وموافقة إسرائيلية، وبتضامن تام بين الميليشيات المتحاربة يلي تكتلت جميعها ضد حكومة قائد الجيش العماد ميشيل عون. أما النتيجة فمئات الشهداء والمصابين ودمار هائل وفقدان للسيادة لمصلحة سلطة وصاية وعملاء حكم حتى نيسان من العام 2005. في أسرار اليوم: الرئاسة بعد التقاعد. يؤكد نائب حالي أن الاستحقاق الرئاسي مؤجل حتى خروج قائد الجيش من السباق بكانون الثاني المقبل مع إحالته على التقاعد. يؤكد رئيس تيار سياسي بمجالسه الخاصة أن الموقف في حال وقوع هجوم إسرائيلي على لبنان سيكون مشابه لموقف تموز 2006. أجرى حزب مسيحي استطلاع للرأي بالمدة الأخيرة أظهر اتساع نسبة المسيحيين غير المنتمين حزبيا إلى درجة غير مسبوقة. أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أن الإعلام جزء من الحرب في غزة، فيما شدد على ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية بحال وقعت الحرب. وفي جولة له على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة برفقة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، لفت مكاري إلى أن لا أحد يريد الحرب، ولكن يمكن أن تفرض علينا ويجب أن نكون على قدر المسؤولية. وشدد فضل الله من جهته على أن أي اعتداء إسرائيلي على لبنان واستهداف لبلدنا لن يبقى من دون رد، والمقاومة ستمارس حقها الوطني. الحرب اللي عم بتصير هي أكثر من جدية وأكثر من خطرة وأكثر من ضئيلة. طبعا ما حدا بيريد الحرب، بس يمكن الحرب هي تنفرض علينا، وإذا انفرضت علينا الحرب بدنا نكون قد، بدنا نكون قد بالتضامن، بدنا نكون قد بإنه نكون نحن كلبنانيين مجتمعين، بدنا نكون قد خاصة بانه نقدر نواجه كل شيء عم بيصير اعلاميا الطرف الاخر بذكاء
وبمصداقية، وأنه ننتبه قد ما فينا على ثوابت معينة بالإعلام. فاصل جديد ونعود إلى النشرة. نتابع سياق النشرة في الرياضة. معسكر تدريبي ودورة دولية في كرة الطاولة في جزين وبطولة لبنان في الترياتلون. انطلق صباح الخميس المعسكر التدريبي للاعبين واللاعبات من دول غرب اسيا للفئه العمريه تحت 11 سنه بالبينبون يلي بيمتد حتى 17 الحالي بمجمع جوليان وليندا سليم بجزدين تحت اشراف الاتحاد الدولي للبينبون ومواكبه الاتحاد اللبناني للعبه. حضر الحصه التدريبيه الافتتاحيه رئيس الاتحاد اللبناني للعبه جورج كوبالي وعدد من المعنيين، والقى كوبالي كلمه تمنى فيها التوفيق للاعبين واللاعبات المنخرطين بالتدريبات واتمنى لهم التوفيق والنجاح بمسيرتهم بالبينبون. يشارك بالمعسكر التدريبي اللي تشرف عليه البطل المصري السابق ابو سنت عثمان المنتدب من الاتحاد الدولي ومدربين من لبنان والعراق وسوريا والاردن 14 لاعب ولاعبه، ورح يتم اختيار لاعب واحد ولاعبه واحده من دول غرب اسيا للخضوع بمرحله لاحقه لمعسكر تدريبي دولي مع عدد من اللاعبين يلي رح يتم اختيارهم من كل انحاء العالم. من جهه ثانيه دعا الاتحاد اللبناني للبينبون بالتعاون مع مؤسسه الارض البيضاء لحضور المؤتمر الصحفي يلي سيعقد الساعه 6 من مساء الاثنين 16 تشرين الاول بمقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك للإعلان رسميا عن الدورة الدولية السنوية الثانية تحت اسم يوس كونتندر جزين الدولية يلي رح تصير بين 19 و25 الجاري بمجمع جوليان وليندا سليم تحت إشراف الاتحاد الدولي للبينبون. رح يشارك بها البطولة لاعبين ولاعبات من 15 دولة هن أبرس مصر، فرنسا، العراق، الأردن، هولندا، قطر، بلجيكا، سوريا، الهند، إيران، أوزبكستان، تركيا، اليمن ولبنان. نظم الاتحاد اللبناني للترياتلون بطولة لبنان باللعبة لسنة 2023 المؤلفة من ثلاث ألعاب متتالية هي السباحة، الدراجات والركض لمختلف الفئات العمرية بالمسبح العسكري المركزي بالمنارة، حيث تبارى المشاركين بالسباحة داخل المسبح المركزي بالبحر لمسافة 750 متر، بعدين دراجات لمسافة 20 كيلومتر والركض لمسافة 5 كيلومترات على كورنيش المنارة الحمام العسكري عين المريسي. شارك بالسباق 120 رياضي ورياضية من مختلف الأندية الاتحادية، وبالنتائج عند السيدات ربحت لينسي نادر من بروفيت قدام رامونا خليفة من إليت، عند الرجال ربح علي الزعبي من الجيش قدام خضر ياسين من بار والرائد رود أبو غزالي من الجيش، عند الناشئين ربح يوسف دندشي من بروفيت والناشئات سارة شعبان من انتر لبنان، عند الحديثات ربحت ميا صهيون من بروفيت والأحداث خالد الزعبي من بروفيت، عند الصغار ربح حسن طه الجندي من بروفيت وعند الصغيرات لولو وسعودي من بروفيت. بالختام تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور رئيس النادي العسكري المركزي العميد وسيم فياض وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى، رئيس الاتحاد اللبناني للترياتلون وسيم اسماعيل وأمين عام الاتحاد الدكتور أحمد خليفة، بالإضافة لعدد من أعضاء الاتحاد وحشد من محبي اللعبة. إلى الأحوال الجوية مع بولين عون. مساء الخير. تأس الخريف المستقر اللي عم نشهده بيتأثر تدريجيا اعتبارا من بكرة بعد الظهر بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان اللي عم بقرب تدريجيا من تركيا وبيأثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. بيتحول التأس لمتقلب وممطر وبيستمر حتى صباح الثلاثة. جونا لبكره غائم جزئيا ودرجات الحراره بتتسجل على الشكل التالي. نبدا بعكار عم بتسجل 27 درجه، طرابلس العاصمه بيروت وسور عم بيسجلوا 28 درجه، ننتقل لبعلبك ب 26 درجه، اللؤلؤ 21، زحله وجزئين عم بيسجلوا ايضا 26 درجه. نسبه الرطوبه ساحلا بتتراوح بين 60 وال 80%، الرياح السطحيه غربيه لشماليه غربيه سرعتها بين 5 و 20 كيلومتر بالساعه، اما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الايام الجايه. للسبت جونا غائم جزئيا، بتتساقط امطار خفيفه متفرقه اعتبارا من بعد الظهر، وبيتحول التأس اعتبارا من المساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحراره يلي عم بتسجل 28 درجه.
لنهار الأحد والتنين جونا بتحول لغائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل. بتتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع تشتد غزارتها بعد ظهر الأحد، بتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة. أما درجات الحرارة فعم بتسجل 26 درجة لنهار الأحد أيضا لنهار التنين. للثلاثة بنشهد انفراجات واسعة وبيرجع الطقس بيستقر تدريجيا، درجات الحرارة ساحلا عم بتسجل 27 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بتمنى لكم بداية ويك أند ممتعة، تصبحوا على خير. وقبل الختام نقول ما ورد عن العلاقات الإعلامية في حزب الله. هذا البيان: تدين العلاقات الإعلامية في حزب الله الجريمة النكراء التي أقدم عليها العدو الصهيوني باستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء قيامهم بتغطية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ما أدى إلى استشهاد الزميل الصحفي عصام عبد الله وإصابة عدد منهم. إنما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استكمال عدوانها الإجرامي على المؤسسات العالمية في غزة وتدمير مقراتها ومراكزها وقتل عدد كبير من العاملين فيها بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين والأبرياء. وتابع حزب الله: أننا نتقدم من وكالة رويترز في لبنان ومن قناة الجزيرة ومن وكالة الصحافة الفرنسية في لبنان ومن سائر الإعلاميين الأحرار ومن عائلة الشهيد عصام عبد الله المظلوم بالتعازي، ونسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وتابع: إننا نطالب جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان الصهيوني على لبنان وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين. وختم بيان حزب الله: إن هذه الجريمة النكراء بقتل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية وأي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا لن يمر دون الرد والعقاب المناسبين. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات OTV على مواقع التواصل الاجتماعي. دقائق قليلة ونكون معكم مباشرة لمتابعة الأحداث التي حصلت في جنوب لبنان.